تأملت قراءة الشيخ محمد أيوب في آخر ليلة، قرأ من سورة الانفطار ومن سورة الشرح، سبحان الله. وما أكمل سورة الانفطار رحمة الله عليه، إنما قرأ الجزء الأول في أخبار يوم القيامة. ثم قرأ سورة الشرح، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه، وكأنه نذكرنا بيوم القيامة إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، سبحان الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نسأل الله أن يرحمه ويحفظه. ثم يأتي في سورة الشرح: ورفعنا لك ذكرك، نعم، من بورما ومن أراكان. ثم يرفع ذكره بالقرآن، لا نزكي على الله. والشيخ طبع رسالة الماجستير والدكتوراه في التفسير، سبحان الله، أخذ تفسير سعيد بن جبير، أخوات سعيد بن جبير في التفسير، من الفاتحة إلى سورة الناس، بدأ من الفاتحة إلى التوبة في الماجستير، ومن يونس إلى الناس في الدكتوراه. نسأل الله أن يرحمه بما خلق القرآن تلاوة، بما نشره بين الناس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.